السلام عليكم وأهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري المباشر نقدمه لحضراتكم من قناة العيون، والبداية بأبرز العناوين. مؤتمر وزاري لدعم مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية بدعوة من المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية وبمشاركة 40 بلداً. وبمدينة الداخل لقاء تواصلي حول خطة إقلاع قطاع إعداد التراب الوطني والتعمير بالجهة. ومن بجدور نرصد لانتعاش قطاع الصيد البحري بعد انطلاق موسم صيد الأخطبوط. ونتابع في النشرة أيضاً التساقطات المطرية الأخيرة أنعشت آمال الكسابة والمزارعين بعد طول انتظار، والربورتاج من إقليم طنطان. أهلاً بكم. مستهل النشرة بملف مستجدات قضية الوحدة الترابية للمملكة. أعرب المشاركون في المؤتمر الوزاري لدعم مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية الذي انعقد اليوم عبر تقنية التواصل عن بعد عن دعمهم القوي للمبادرة المغربية باعتبارها الأساس الوحيد لحل عادل ودائم للنزاع حول الصحراء. مؤتمر نظم بدعوة من المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية، التزمت خلاله 40 دولة بمواصلة الدعوة لإيجاد حل على أساس مبادرة الحكم الذاتي. تقرير في الموضوع لغالي الجرحي. بمشاركة 40 دولة من مختلف القارات، 27 منها ممثلة على مستوى وزاري، أعرب المشاركون في المؤتمر الوزاري لدعم مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية عن دعمهم القوي للمبادرة المغربية باعتبارها الأساس الوحيد لحل عادل ودائم لهذا النزاع الإقليمي. لا حل خارج هذا الحكم الذاتي، لا وسيلة من غير المفاوضات، لا قيادة من غير قيادة الأمم المتحدة، ولا مسلسل بدون حضور كل فاعلين الحقيقيين بما فيهم الجزائر. هذه بصفة عامة يعني التصور والمعطيات حول هذا الاجتماع. الإعلان الرئاسي الأمريكي القاضي بالاعتراف بالسيادة الكاملة للمغرب على صحرائه اعتبره المشاركون دعماً للجهود المبذولة للدفع بالعملية السياسية تحت الرعاية الحصرية للأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل سياسي دائم بناء على مبادرة الحكم الذاتي كأساس واقعي ووحيد لهذا النزاع، كما أن الإعلان الأمريكي يعبر عن الإجماع الدولي لدعم العملية السياسية. 27 دولة ممثلة في هذا المؤتمر على المستوى الوزاري، والمشاركون عبروا عن تأييدهم للمبادرة المغربية للحكم الذاتي التي تعتبر الأساس الوحيد لحل النهائي للنزاع حول الصحراء. تعتبر فرنسا خطة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب سنة 2007 أساساً جاداً للمفاوضات وللتسوية. المؤتمر الوزاري سلط الضوء على قرار 20 دولة عضو بالأمم المتحدة فتح قنصليات عامة لها في مدينتي العيون والداخل، معتبرا أن مثل هذه الخطوات ستعزز الفرص الاقتصادية والتجارية بالمنطقة وستدعم دور الصحراء المغربية كمركز اقتصادي للقارة بأكملها، وستحرز تقدما للوصول لحل سياسي نهائي. تجدد دولة الإمارات دعمها الكامل للمغرب في سيادتها على منطقة الصحراء المغربية كلها وفي جميع الإجراءات التي اتخذتها للدفاع عن سلامة وأمن أراضيها ومواطنيها، وتؤيد دولة الإمارات مبادرة المغرب للحكم الذاتي في هذه المنطقة،
وتجسيدا لرؤية دولة الإمارات وترجمة العلاقة الإماراتية المغربية التاريخية والاستراتيجية. افتتحت دولة الإمارات تاريخ 4 نوفمبر 2020 قنصليتها في مدينة العيون. المبادرة المغربية للحكم الذاتي تحظى بدعم واسع من المجتمع الدولي، وتعتبر الحل الوحيد للنزاع حول الصحراء المغربية. قدمت المملكة المغربية سنة 2007 مقترحاً للحكم الذاتي بإقليم الصحراء، نعتبره واقعياً ويشكل أساساً جاداً لحل متفاوض بشأنه. وفي ختام أشغال المؤتمر الوزاري، رحب المشاركون بالمشاريع التنموية التي تم إطلاقها في إطار النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، والتزم المشاركون بمواصلة دعوتهم لإيجاد حل سياسي على أساس مبادرة الحكم الذاتي المغربية كإطار وحيد لحل نزاع الصحراء المغربية. وللمزيد حول هذا الموضوع كان لنا اتصال هاتفي مع الكاتب الصحفي عبد الهادي مزراري من المحمدية لنتابع. أولا يجب وضع هذا الحدث في السياق السياسي والدبلوماسي. يتعلق الأمر بصراحة بتنظيم ملتقى حكومي لأزيد من 40 بلدا بإشراف المغرب والولايات المتحدة الأمريكية في موضوع الدعوة لتأييد مبادرة الحكم الذاتي كحل سياسي وتوافقي لمشكل الصحراء المفتعل. هنا يجب القول إن هذا الملتقى بكل صراحة هو أكبر ملتقى ينظم عن بعد بعد القمة الجمعية العامة للأمم المتحدة، ويعد في صلب أحد المواضيع الرئيسية التي دأبت المنظمة الدولية على تتبعها وعلى الإشراف عليها. شخصيا أرى أن بعد الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء أصبح الجميع أمام تحول حقيقي في مسار هذا الملف، إذ لا يجب أن نغفل أهمية الدور الدولي في توجيه أزمة الصحراء المفتعلة على مدى أكثر من 4 عقود. المغرب ومتواجد في صحرائه، وهذا معطى واقعي، لكن منذ وقف إطلاق النار برعاية الأمم المتحدة كان لهذا الدور الأممي والدولي يعني الفتح الباب لمعركة سياسية ودبلوماسية طويلة الأمد. من جهتي استطاع المغرب كما أرى شخصيا أنه كسب الكثير من الجولات في هذه المعركة، منذ طرح فكرة الاستفتاء وإلى مخطط الحل السياسي الذي يوجد بين أيدينا الآن. وهنا يسجل للمغرب أنه استطاع عبر كل هذه المراحل أن يحافظ على توازن المواقف الدولية إلى جانبه. عندما أقول المواقف الدولية أقصد الخمسة الكبار في مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي. وكما يعرف الجميع بأن المغرب خلال هذه السنوات الطوال كان بطبيعة الحال يبحث عن حليف استراتيجي يمكن أن يرفع كما نقول ورقة الحمراء في وجه خصوم وحدته الترابية، ويقول بصريح العبارة كما نقول نحن في المغرب: اللهم إن هذا منكر، لقد طال أمد هذا النزاع وأصبح من الضروري أن نجد له حلا. من جانب المغرب كما تفضلتم وكما يعرف الجميع بأن مقترح الحكم الذاتي يحظى بتأييد المنظمة الدولية وكذلك بأعضاء مجلس الأمن، وما من قمة تعقد أو دورة لمجلس الأمن أو لجمعية الأمم المتحدة إلا ونجد بأن المغرب ومقترحه يحظى بالقبول ويوصف بالجدية والموضوعية. الآن التحالف المغربي الأمريكي والاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء أعطى زخما قويا لهذه المبادرة، وأرى أنها في الأيام المقبلة وانطلاقا من هذا المؤتمر الحكومي الدولي الذي يعقده المغرب والأمم والولايات المتحدة في مجال دعم مبادرة الحكم الذاتي، أرى بأنه سوف تصبح لهذه المبادرة طابعا دبلوماسيا وسياسيا دوليا يجب أن يأخذ مكانه المناسب في قرارات مجلس الأمن، ويجب أن يوضع له الإطار المناسب ليدخل حيز التنفيذ. بالنسبة للمغرب صراحة ما زال يتمسك بمقترح الحكم الذاتي، وهذا المقترح الذي نبع أصلا من اقتراحي ومن مبادرات سكان الأقاليم الجنوبية بالدرجة الأولى. نتذكر جميعا دور
المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية فيه، وكذلك النخب السياسية الصحراوية ولشيوخ القبائل، وأيضا الدور الذي لعبه الطبقة السياسية والجمعوية في المغرب من طنجة إلى القويرة. هذا مشروع مغربي ووطني وحضاري، ولقي استجابة من جميع الأطراف الدولية، لكن الطرف الآخر في الجزائر وجبهة البوليساريو ظلت متمسكين بالرفض. الآن نرى بكل صراحة وبكل وضوح وبكل شفافية أن المراحل المقبلة التي سيعرف مقترح الحكم الذاتي أنه سوف يكتسي إطاره السياسي والدبلوماسي بصفة رسمية داخل المنظمة الدولية وأيضا داخل مجلس الأمن. وأعتقد أن منذ اعتراف الولايات المتحدة بمغربية الصحراء دخل البلدان في دينامية دبلوماسية وسياسية قوية سيكون لها أثرها الكبير على وضع الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية، ليس فقط في المغرب أو في المنطقة وإنما عبر القارة الإفريقية. نحن نلاحظ الاهتمام الأمريكي بحل عدد من النزاعات في إفريقيا، في السودان، في الصومال، في إثيوبيا، وكذلك الآن في الجهة الغربية من القارة الإفريقية. بكل صراحة هذه المبادرة لا تستحق إلا التنويه والتشجيع، لأنها سابقة في تاريخ العلاقات المغربية الأمريكية وسابقة أيضا في تاريخ أزمة الصحراء المفتعلة. وفي أول اتفاقية بين الولايات المتحدة الأمريكية والمغرب تغطي كامل أراضي المملكة بما في ذلك الأقاليم الجنوبية، وقع البلدان مذكرة تفاهم حول الحفاظ على الممتلكات الثقافية المغربية وحمايتها من الاتجار غير المشروع. ويروم هذا الاتفاق الذي وقعه وزير الثقافة والشباب والرياضة السيد عثمان الفردوس وسفير الولايات المتحدة لدى المغرب السيد ديفيد فيشر وضع ضوابط إجرائية للتصدي لتهريب القطاع الأثرية والإثنوغرافية من المغرب إلى الولايات المتحدة، وكذا تكثيف التعاون بين معاهد ومؤسسات التكوين والبحث العلمي للبلدين في مجال التراث. تقرير في الموضوع لعلي الكبش. مسار ثنائي جديد بين الرباط وواشنطن بدأت ملامح فصوله تكتب ما بعد افتتاح منصة أمريكية بواحدة من كبرى حوادر الأقاليم الصحراوية للمملكة، بعيد القرار الرئاسي الأمريكي بسيادة المغرب على كافة ترابه. البعد الثقافي في فصول التعاون والاتفاق المشترك بين البلدين رغبة في محاربة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، يأتي هذا في مذكرة تفاهم ثنائية. تطلب إعداد هذا الاتفاق بعض الوقت، هدفه الحفاظ وحماية التراث الثقافي لكل التراب المغربي، فمن المهم التصدي للاتجار وسرقة المواد التراثية من منبعها. مذكرة التفاهم الثنائية التي جرى توقيعها تضع الضوابط الإجرائية من أجل التصدي لتهريب القطع الأثرية والإثنوغرافية من المغرب نحو أمريكا. الشق العلمي ضمن المذكرة الثقافية أيضا عبر تكثيف التعاون بين معاهد ومؤسسات التكوين والبحث العلمي للبلدين في مجال التراث. هاد الاتفاقية غادي تمكننا باش نحميو التراث المغربي، خاصة أن المغرب مستهدف من طرف واحد العدد ديال العصابات الإجرامية الدولية اللي كتلقى في المغرب أولا بلد كيزخر بهذا التراث وهذا القطاع المتحفية والقطاع الثقافية، ولكن لقات هذه البلاد قريب من البلدان الأخرى الأسواق اللي كتشري هذا القطاع. مذكرة تفاهم تعطي الضوء الأخضر للمؤسسات العلمية والتعليمية والثقافية بالمملكة وأمريكا من أجل العمل المشترك حفاظا على المنقولات التراثية المختلفة وبناء القدرات بين خبراء البلدين. استقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج عددا من السفراء الجدد المعتمدين بالمملكة، ويتعلق الأمر بكل من السيدة زينة نيرا ماتمال السفيرة الجديدة لرواندا، والسيد إبراهيم إدريس السفير الجديد لجنوب إفريقيا، والسيد رالف فيكتوري السفير الجديد لإيرلندا.
السفراء الجدد سلموا وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة أوراق اعتمادهم كسفراء جدد لبلدانهم بالرباط. والعلاقة المغربية الإسبانية علاقات استراتيجية وتكتسي أهمية كبيرة، هذا ما أكده وزير الداخلية الإسباني فرناندو غراندي مارلاسكا في تصريحات تناقلتها وسائل إعلام إسبانية، حيث قال إن بلاده والمغرب هما شريكان موثوق بهما منذ مدة طويلة، ونحن ننظر إلى القضايا المشتركة بنفس الثقة التي تميز علاقاتنا الثنائية. وأشار في هذا السياق إلى أن الاجتماع رفيع المستوى المقبل بين المغرب وإسبانيا المقرر عقده في شهر فبراير في شهر فبراير المقبل سيعقد على أساس مبدأ المقاربة الشمولية، وسينكب على بحث القضايا المرتبطة على الخصوص بالسياسة والصناعة والسياسة الخارجية والبنية التحتية والأمن. ومن أجل المساهمة في تقوية القدرة التنافسية لجهة الدخل ودي الذهب والرفع من جاذبيتها وتعزيز قدرتها على مواجهة كافة التحديات والرهانات ومسايرة الآفاق الاقتصادية الواعدة الناتجة عن التطورات المتلاحقة والمتسارعة التي تعرفها القضية الوطنية الأولى للمملكة، احتضنت مدينة الدخل لقاء تواصليا حول خطة إقلاع قطاع إعداد التراب الوطني والتعمير بالجهة ترأسته السيدة نزهة بوشرب وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، مرفوقة بوالي جهة الدخل ودي الذهب وعامل إقليم أو سرد ورؤساء المجالس المنتخبة بالجهة ورؤساء المصالح الخارجية. تفاصيل رفقة بكر دليمي ومحمد يداس. يهدف هذا اللقاء إلى تتبع الأوراش التي تعرفها جهة الدخل وادي الذهب في مجال الإسكان والتعمير، كما يروم فتح نقاش مع كافة المتدخلين من سلطات محلية ومؤسسات معنية ومهنيين وفاعلين في مجال العقار والإسكان من أجل بلورة تصور يمكن الإقلاع السريع والسليم لهذا القطاع عقب الآثار التي خلفتها جائحة كوفيد-19. اليوم بطبيعة الحال طلب على الاستثمار في الداخلة وفي الجهة ككل غادي يطلب منا أننا نواكبه هذه الدينامية الجديدة، لا من خلال الإعمار ولا من خلال تعمير ديال المدن، وأيضا من خلال واحد العديد من البرامج اللي احنا كنقوموا بها، لا على صعيد الاستشراف بطبيعة الحال ديال إعداد التراب ولا على سبيل السكن اللي هو جد مهم باش يواكب هذا الاستثمار. احنا اليوم كحكومة منخرطين في الدينامية الحمد لله على اللي باش نهبطوا على ارض الواقع توجيهات ديال سيدنا الله ينصره فيما يخص الاقلاع الاقتصادي لا سيما في الاقاليم الجنوبيه. اطلاع المنظومه المحليه على الاجراءات التي تم اتخاذها من طرف الوزاره من اجل تجاوز الاثار السلبيه ديال جائحه كوفيد، وفي نفس الوقت يعني الاطلاع على الانتظارات ديال المنظومه المحليه والاقتراحات ديالهم من اجل يعني اعطاء ديناميه جديده لهذه المنطقه اللي كنا كنعرفوا اليوم المستجدات اللي كتعرفها. اللقاء الذي ياتي غداة الاحتفال باليوم الوطني للمهندس في دورته 35 الذي احتضنت فعالياته مدينه الداخلة، حيث يعد فرصه للمنتخبين والمهنيين بالجهه لطرح مختلف الاشكاليات المطروحه في مجال السكنه والتعمير. عقد اجتماع تواصلي مع المنظومة المحلية، الهدف من خلاله التواصل مع المنظومة المحلية حول إنجازات الوزارة،
على الصعيد المحلي والجهوي، وكذلك الاستجابة لانتظارات الجهة، خصوصا نظرا للتطورات الدبلوماسية التي عرفتها قضيتنا الوطنية. خلال هذا اللقاء تم التوقيع على اتفاقية تتعلق بإنجاز ميثاقية الهندسة المعمارية بمدينة الداخلة، مبرمة بين الجماعة الترابية للداخلة والوكالة الحضرية للداخلة وادي الذهب. كما تم التوقيع على اتفاقية أخرى من أجل تفعيل مخرجات الدراسة المتعلقة بالداخلة مدينة بيئية مبرمة بين الجماعة الترابية للداخلة والوكالة الحضرية للداخلة وادي الذهب. تم توقيع اتفاقيتين مهمتين جدا للشراكة، الأولى تتعلق بإنجاز ميثاق الهندسة المعمارية لمدينة الداخلة مبرمة بين الجماعة الترابية للداخلة والوكالة الحضرية للداخلة وادي الذهب، والثانية كذلك اتفاقية إطار من أجل تفعيل مخرجات الدراسة المتعلقة بالداخلة مدينة بيئية مبرمة أيضا مع بين الجماعة الترابية للداخلة والوكالة الحضرية لوادي الذهب. خلال هذا اللقاء تم التأكيد على أهمية تشجيع قطاع التعمير لما يشكله من قيمة مضافة في خلق الحضارة، كما تم إبراز الجهود التي تبذلها الدولة والمجالس المنتخبة في الجهة من أجل تسريع وتيرة تطوره عبر مشاريع مبتكرة تهم بالأساس خدمة المواطن في كل ربوعي الجهة. وبسمارة، وتعزيزا للبنى التحتية الجامعية التابعة لجامعة ابن زهر بالأقاليم الجنوبية، قام عامل الإقليم مرفوقا برئيس الجامعة والمنتخبين بزيارة تفقدية للبناية الجديدة للكلية المتعددة التخصصات بسمارة والوقوف على جاهزية هذا الصرح الجامعي في أفق افتتاحه مطلع الموسم القادم. في المتابعة غالي الجارحي ومبارك الباز. صرح جامعي جديد يعزز العرض الجامعي بالأقاليم الجنوبية للمملكة، هذه المرة من قلب العاصمة العلمية والروحية لهذه الأقاليم السمارة. الكلية المتعددة التخصصات تتوج نجاح تجربة كلية العلوم الشرعية بسمارة ليفسح المجال أمام طلبة الأقاليم الجنوبية وباقي الجهات في ولوج تخصصات إنسانية وعلمية بهذا الصرح الجامعي الجديد. زيارة تفقدية للوقوف على جاهزية هذه البناية المشيدة وفق أحدث المعايير والشروط الهندسية مع مراعاة الخصوصيات المعمارية لهذه المنطقة. الوفد وقف على كل مرافق وتجهيزات البنية الجامعية الجديدة في أفق افتتاحها واستقبالها لأول دفعة في الموسم القادم 2020-2021. هي كلية متعددة التخصصات بالسمارة تابعة لجامعة ابن زهر، الحمد لله مؤسسة جد مهمة اللي قريبا إن شاء الله يكون التدشين ديالها، وهي مؤسسة للعصر الجديد اللي كتدخل في مؤسسات اللي جات باش تدعم تواجد ديال الجامعة بالأقاليم الجنوبية. مدينة السمارة الكل كيعرف بأنها إقليم ومدينة مدينة العلم، الحمد لله استطاعت الجامعة بدعم السلطات المحلية والمنتخبون والوزارة وجميع الأشخاص المهتمين بالشأن الجامعي أنه الحمد لله الجهود تضافرت على أساس أنه هذه المعلمة تشوف 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 تخرج للوجود. الكلية المتعددة التخصصات بالسمارة في طور الانتهاء من الأشغال، غتكون إن شاء الله قريبا الانطلاقة ديالها في الموسم الجامعي القادم إن شاء الله. الكلية المتعددة التخصصات اللي غادي تعرف واحد التخصصات جديدة وواحد الانتقالية أخرى بالنسبة لطلبة جهة العيون الساقية الحمراء، وكذلك بالنسبة لطلبة المملكة المغربية. هاد التخصصات اللي غادي تتماشى مع سوق الشغل وكذلك حسب حاجيات المتطلبة بالنسبة للقطاع السوسيو الاقتصادي بجهة العيون الساقية الحمراء. زيارة تفقدية لبناية الكلية المتعددة التخصصات السمارة التابعة لجامعة ابن زهر تروم الوقوف على جاهزية هذه المعلمة العلمية الممتدة على مساحة تقارب 25 هكتارا باستثمار مالي يناهز 70 مليون درهم. صرح علمي جامعي ينضاف إلى البنى التحتية الجامعية بالأقاليم الجنوبية التي تتعزز باستمرار.
عرف سوق السمك بميناء بوجدور انتعاشا كبيرا في نسبة المفرغات من الأسماك المصطادة بسواحل الإقليم، انتعاش يتزامن مع زيادة حصة الأخطبوط المخصصة للدائرة البحرية لبوجدور. روبورتاج سناء بناوي ومحمد شارة. 2800 طن هي الحصة المخصصة لإقليم بوجدور من الصيد البحري للأخطبوط، حصة مهمة. ومنذ انطلاقة موسم صيد الأخطبوط سجل بميناء بوجدور 610 طن، أي ما يعادل 22% من الحصة الممنوحة، أرقام استبشر بها القائمون على هذا القطاع خيرا، نقاط تم تدارسها خلال هذا الاجتماع. اجتماع تقييمي ديال هذه المرحلة الأولى ديال الموسم الشتوي للأخطبوط، ما لمسناه من خلال المداخلات والارتصامات ديال المهنيين اللي حضروا هذا الاجتماع، وانه كاين هناك واحد الارتياح عام على هذه المرحله الاولى من هذا الموسم، وذلك راجع بالطبع لواحد المجموعه من العوامل، لعل اهمها هو القرار ديال المسؤولين ديال وزاره الصيد اللي منحوا واحد الحصه مهمه في هذا الموسم، حصة مهمة لإقليم بوجدور، وبالتالي فالحصة الفردية اللي ممنوحة للقوارب العاملة بإقليم بوجدور ارتفعت من 1100 كيلوغرام للقارب إلى حوالي 1419 كيلوغرام، وهذه حصة هذا ارتفاع مهم. اليوم كنا صدد اجتماع ديال اللجنة ديال التقييم ديال الموسم ديال الأخطبوط ديال سنة 2021 اللي كانت واحد الانطلاقة اللي هي إيجابية، وبالنسبه للمنتوج كاين المنتوج متوفر واحد الوفره اللي هي جيده، وبالنسبه للاثمان اللي هي اثمان مشجعه، وبالنسبه لهذا الشيء كيجي عن استراتيجيه ديال الوزاره اللي هي وضعت واحد المخططات ديال التهيئه اللي اليوم حنا كنجنوا الثمار ديالها. قمنا بتقييم ديال هذه البدايه ديال هذا الموسم ديال الاخطبوط، والحمد لله كان موسم جيد جدا. كنشكر الوزارة على هذه الحصة اللي عطات الإقليم، حصة متميزة، حصة جيدة جدا. هناك وفرة من المنتوج، هناك تثمين المنتوج ثمن مناسب، ثمن جيد جدا. المهم على أيين رغم الجائحة، ونطلب الله يرفع علينا هذا الوباء، أن القطاع الحمد لله مهنيا راضيا عن لا التسيير ولا المنتوج ولا التثمين ولا الحصة اللي أعطت الوزارة، مشكورة على هذه الحصة. منتوج بحري ذو جودة عالية تمتاز بها شواطئ إقليم بوجدور، ليعتبر الأخطبوط من الأصناف المطلوبة والمفضلة بالأسواق الوطنية والخارجية، وخاصة وأن مصالح قطاع الصيد البحري بالإقليم تولي اهتماما كبيرا بهذا النوع من الصيد. في جديد الحالة الوبائية، أعلنت وزارة الصحة اليوم الجمعة عن تسجيل 1291 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و1409 حالات شفاء و34 حالة وفاة خلال 24 ساعة الماضية. وتتوزع حالة الإصابة المسجلة خلال 24 ساعة الأخيرة على صعيد الجهات الجنوبية بتسجيل 17 حالة بجهة العيون الساقية الحمراء و16 حالة بجهة الداخلة وادي الذهب، كما تم تسجيل 6 حالات بجهة قليميم ودنون. إلى قليميم التي نظم بها الفرع الإقليمي للهلال الأحمر المغربي دورة تكوينية حول موضوع الإسعافات الأولية، دورة استهدفت عددا من المتطوعين في هذا الحقل على مستوى الإقليم. وفي المتابعة حافظ محضار ووجمع الزاوي. متطوعون من مدينة قليميم تستهدفهم هذه الدورة التكوينية التي تواصلت عروضها 3 أيام، دورة تناولت محاورها الإسعافات الأولية، حيث ركز المؤطرون على تمكين المستفيدين من أساسيات مرحلة تقديم الإسعافات لشخص مصاب، اعتمادا على عديد الضوابط والمرتكزات التي يلزم أن تتوفر في المتطوع. دورة تكوينية في الإسعافات الأولية لفائدة المتطوعين ديال المكسب، ولله الحمد كانت المجموعة في مستوى، كانوا يعني مجموعة من الأمور اللي كانت غامضة عليهم، وتم أنهم تمكنوا من المصوغات العشرة اللي هي كانت عندها علاقة بالإسعافات الأولية، يعني عنوان ديال الدورة. شعارنا دائما مسعف في كل بيت، ولله الحمد يعني ني كنتكلموا على الإسعافات الأولية فهي مجموعة من الضوابط اللي خاصة أي شخص أنه يكون عنده دراية بها من أجل إنقاذ حياة. الهدف ديالنا هو انه تقدم واحد الخدمه لواحد الشخص اللي محتاجك في هذيك الظرفيه باش الحاله ديالو ما تفاقمش ريتما انه يوصل للمستشفى.
الدورة التكوينية تأتي في سياق حلقات تكوينية مسترسلة يشرف عليها الهلال الأحمر المغربي عبر فرعه الإقليمي بجليميم، ترم أساسا إشاعة ثقافة التطوع وتوسيع دائرة المسعفين المتمكنين من أساسيات ومرتكزات وضوابط عمليات الإسعاف الأولي. استفدنا الكثير مع الدورة التكوينية، والفضل كيرجع للجنة المنظمة أو الجمعية المنظمة اللي هي جمعية الهلال الأحمر. كانت واحد الاستفادة يعني قيمة اللي غادي نستفدوا منها الكثير، اللي غادي تنفعنا إن شاء الله في حياتنا اليومية وطبعا حياتنا المهنية، ولما لا إن شاء الله نكونوا يعني سبب في إنقاذ شخص يعني معين. ان شاء الله هذه الاستفاده ما غاديش تكون محصوره فقط يعني بيننا، غادي نحاولوا ما اكثر اننا نحاولوا يعني ننشروا المعلومه ونشروا الاستفاده باش يستفد بواحد الشكل كبير ان شاء الله. اشياء كنا نجهلها صارت في الاسعافات الاوليه، مثل الاسعافات الاوليه للمصاب، والحمد لله دابا كل غادي ان شاء الله غنطوروا انه كل اسره وكل بيت يكون فيه مسعف. يعني الحمد لله هذا يدل على شيء، انما يدل على الحمد لله واحد الثقافه اللي غادي تولي ان شاء الله غيزرعها هذا الهلال الاحمر بالقليميم. والحمد لله كنا كنفتقدوا هذا المكتب، هذا كنفتقدوه، كانوا كوارث هنا في هذه المدينه، كان باش كتعرف الدور الفعال اللي كيقوم به الهلال الاحمر. دورة تكوينية ينتظر أن تعقبها حلقات أخرى تمكن من تعزيز المكتسبات والرصيد المعرفي للشخص المتطوع بخصوص أساسيات تقديم الإسعافات الأولية. مسك ختام هذا التدريب توزيع شواهد المشاركة على المستفيدين من هذا البرنامج التكويني. وفي إطار الاحتفال بالذكرى 77 لتقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال التي تحفظ الذاكرة التاريخية الوطنية وتستحضر الناشئة والأجيال الجديدة دلالتها ومعانيها العميقة، نظمت المندوبية الجهوية للمقاومة أعضاء جيش التحرير بجهة الدخل وادي الذهب عددا من الأنشطة الإشاعية نتعرف عليها مع بكار دليمي والمحجوب كزيزة. المغرب والولايات المتحدة الأمريكية، التاريخ المشترك هو موضوع المائدة المستديرة التي نظمت بمناسبة ذكرى تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال، والتي تتناول التاريخ الطويل للعلاقات المغربية الأمريكية عبر قرون. المداخلة التي قدمتها كانت تحت عنوان العلاقات المغربية الأمريكية من الحماية إلى الاستقلال الثابت والمتحول، وكان التركيز فيها على المراحل التي مرت منها العلاقات المغربية الأمريكية. طبعا كان التركيز كذلك على دور الولايات المتحدة الأمريكية في دعم استقلال المغرب، خاصة بعد مؤتمر أنفا سنة 1943، وكذلك استلامها بصدر رحب وثيقة المطالبة بالاستقلال التي قدمها لها الوطنيون المغاربة والحركة الوطنية المغربية في 11 يناير 1944. في ذكرى المطالبة بالاستقلال، المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير بالداخل قدمت مجموعة من الإعانات المادية في إطار الدعم الاجتماعي والمعنوي الذي يقدم في عدد من المناسبات بهدف تحسين أوضاع الاجتماعية والمادية لأسرة المقاومة. اليوم هو احتفالا بذكرى 77 لتقديم وثيقة المطالبة الاستقلال. نظمت المندوبية السامية لقدماء المقاومة وأعضاء جيش التحرير من خلال نياباتها الجهوية بالداخل حفلا لتوزيع مجموعة من الإعانات المادية، وهذا الحفل يأتي في إطار الدعم الاجتماعي والمعنوي الذي تقدمه المندوبية السامية بمناسبة مختلف الذكريات الوطنية بهدف تحسين الأوضاع الاجتماعية والمادية لأسرة المقاومة وجيش التحرير. المناسبة أيضا كانت للوقوف على رمزية هذه المناسبة التاريخية التي كانت ملحمة من ملاحم بطولة الحركة الوطنية والمقاومة والتحرير في سبيل الاستقلال. فضاء الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير بالداخل يستضيف عدد من التلاميذ من أجل التعرف على التاريخ المجيد للأمة المغربية، وكذا التعرف على مضامين وثيقة الاستقلال والحيثيات التي مرت بها المطالبة بالاستقلال. في إطار الأنشطة المشتركة بين المجلس العلمي المحلي لوادي الذهب
والنيابة الجهوية للمندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، إرطاء المجلس العلمي المحلي والنيابة الجهوية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير باستضافة تلاميذ الابتدائية، وذلك من أجل يعني التعرف على وثيقة المطالبة بالاستقلال وكل يعني الوثائق وكل يعني الحيثيات التي مرت بها هذه الملحمة التاريخية. يحتوي فضاء الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير بالداخل على رواق لعرض الوثائق التاريخية والمخطوطات والصور والتحف والأدوات والمعدات. هذا الفضاء الذي يعد مرآة تعكس حجم ومدى التضحيات والبطولات والنضالات التي أسداها نساء ورجال المنطقة ضد الوجود الاستعماري. التساقطات المطرية التي تهطلت على إقليم طنطان خلال الأيام الأخيرة ينتظر أن يكون لها الأثر الإيجابي على أنشطة القطاع الفلاحي بالمنطقة، خاصة الزراعة وتربية الماشية، قطاع عانى لسنوات بسبب ندرة الأمطار. حفظ محضار عياد سرتي وعبد الرحيم حاجي. أمطار خير وبركة تهطلت على إقليم طنطان خلال الأيام الأخيرة عززت من أمال ممتهني الأنشطة الفلاحية بالمنطقة الذين طال انتظارهم لهذا الصبيب الذي ينعش حظوظ موسم فلاحي يستجيب لحجم انتظارات وتطلعات المزارعين والكسابة على حد سواء بهذا الإقليم، خاصة بعد سنوات جفاف انحصر خلالها المطر ما ضاعف من متاعب فئة عريضة من المشتغلين بالقطاع الفلاحي بالمنطقة. الرحمة زينة، اللهم لك الحمد زينة بعد الحمد لله، ولاحق عليها الوقت قال الحمد لله كرم مولانا جاب لنا هذا الكرم تسحب طايحة الحمد لله وزين الوقت الحمد لله، اللهم لك الحمد والوقت مديعي الربيع مديعي الحمد لله شي زين، اللهم لك الحمد الأرض مسحوبة ما شاء الله وزينة ما شاء الله الحمد لله، اللهم لك الحمد الله يزيد من هاي النعم. هذه التساقطات المطرية وبكمياتها المهمة رفعت من منسوب الأمل لدى فئة مربي الماشية بالإقليم الذين أصبحوا يراهنون على توسيع مساحات الأراضي الرعوية وتأمين الكلأ لقطعانهم بعد طول معاناة أنهكت طاقتهم بسبب تقلص مساحات الرعي وارتفاع أسعار أعلاف الماشية. الخير الحمد لله جات الرحمة ربنا حامدين، هذا سابق الرحمة كنا في أزمة كسابة جميع كسابة كسابة ولكن الحمد لله جات الرحمة وعات الناس الحمد لله مشتشرة الحمد لله ونتمنوا المزيد كسابة أمها ربع إيمان رسل إيمان احنا في جفاف ولكن اللي يعاون كسابة كلا اللي كما مع الدهرية كسابة واليوم الحمد لله جات الرحمة ورانا بخير ولا خير الحمد لله ربنا حامدين ونتمنوا المزيد عند الله تبارك وتعالى أصدر خضار الحمد لله وعاد الخير موجود الحمد لله ربنا حامدين وغينا عن العلف غلط على العلف الحمد لله. يا سلام الخير، لا ينفع التراب إن شاء الله لا ينفع هو لا ذا بعد هذا الشيء جاب مولانا نطلب المزيد إن شاء الله بإذن الله سيبس أصدر كان عاد مشكرة منه إن لا نعلفه خلانا العلف العلف غالي يفهم ولكن الحمد لله مسالي جدي الرحمة هلا بس الحمد لله ما تلنا نعلفه بعد ريك. تساقطات مطرية إذن سيكون لها وقعها الإيجابي على قطاع يشكل أحد مرتكزات الحركية والدينامية الاقتصادية والاجتماعية بهذا الإقليم الذي عانت فئته النشيطة بالقطاع الأمرين بسبب توالي سنوات الجفاف. رياضيا، وفي إطار البرنامج السنوي لتكوين المدربين والمدربات نظمت العصبة الجهوية لكرة القدم بجهة الدخل وادي الذهب دورة تدريبية للحصول على الرخصة. دورات تكوينية شارك فيها أزيد من 30 مدربا ينتمون إلى جميع الأندية المنضوية تحت لوائها، وذلك تحت إشراف الإدارة التقنية الوطنية للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم. وتفاصيل مع بكار دليمي ومحجوب كزيزة. هذه التدريبات من أجل الحصول على الرخصة دال تنظم من طرف عصبة جهة الدخل وادي الذهب لكرة القدم وبإشراف مباشر من الإدارة التقنية المسؤولة عن التكوين الأطر بالجهة الجنوبية الثلاث. برنامج اللي فيه مقسم على موديلين، كل موديل فيها 4 أيام.
دايز في ظروف حسنة. كاين مشاركة ديال 30 إطار اللي تابعة لجهة الداخلة وادي الذهب بإذن الله. هذه سياسة أولا ديال الجامعة تحت إشراف الإدارة التقنية مع التنسيق مع العصاب. يعني كاين تحدي رافعينه العصاب والإدارة التقنية من ناحية ديال تكوين اللاعبين وتكوين المدربين. وإن شاء الله عندنا دورة اللي تكون الثانية في هذه المنطقة هي غادي تخص العنصر النسوي. أول نشاط كنا خصنا نقوم به هو أولا بالنسبة لنا احنا اللي نتوفر على 78 نادي كان علينا توفير المدربين، واللي هي مبادرة واللي احنا قدمناها للإدارة التقنية واللي تم الحمد لله قبولها من طرف الإدارة التقنية. وكيف قلت لكم اللي هي تقريبا تتكون من 30 من أبناء المنطقة، واللي هي أول دورة تكوينية واللي إن شاء الله غيعقبوها دورات تكوينية إن شاء الله بالنسبة حتى للثمانين اللي إن شاء الله في الأسابيع القادمة إن شاء الله سيكون تكوين بالنسبة للإدارة التقنية ستتكون إن شاء الله كرة القدم النسوية. لذا هذه كانت أول عمل نقوم به، واللي إن شاء الله نتمنى عنه إن شاء الله عن هذا العمل إن شاء الله اللي يعود بخير وبنفعه على كرة القدم بجهة الداخل وهذا. هي دورة تكوينية مختصة للمؤطرين المتخصصين في تلقين المبادئ الأولية في كرة القدم للأطفال المتراوحة أعمارهم ما بين 6 سنوات إلى 12 سنة. أول حاجة نشكر جهة عصبة الداخل والذهب على هذه البادرة الطيبة اللي رانا احنا كنا نحانيوها على تقريبا سنوات هذه، وحنا رانا كنا خدامين بلا ديبلومات، والحمد لله جات هذه البادرة وراه دوزنا الدورة التكوينية وحنا كنا في أمس الحاجة لها. الحمد لله راه داز بخير وعلى خير، واستفدنا بزاف من الحوايج اللي ما كنا نعرفوهم. هذا الدبلوم الجديد نتمنى بتجربتي سابقا نخرج أجيال جاية تمارس نفس المهنة، ومن بعد الشباب عن الانحراف ومشاكل الشارع. ونشكر هذا العصبة اللي عدتنا هذا الشيء ديال امتحانات ديال مدربين تكوين مدربين، ونشكرها والغطور اللي حاضرين معنا لاباس، وحنا كاع لاباس علينا اللي عاد عندهم انت عصبه وعاد سميتو ياطروا واحدين من الاولاد الداخل من المنطقه، وهذا الشيء زين عندنا حتى الحمد لله. وحنا راه عندنا اليوم انت باغيين ندوزوا معاهم هذه الحصص الدبلوم ان شاء الله. انا جيت ندير تكوين للمربي للتركة الصغار، تفتح لنا ياسر ما كان مفتوح لنا، تفتح لنا للتدريب الرسل نعودوا ندربوا التركة الصغار، وهذه مهمة في المستقبل باش نربوا أجيال كما ورباوا هما. وهذا يتضمن برنامج التكوين وحدات خاصة باكتشاف لعبات كرة القدم للاعبين الشباب وتدريسهم قواعدها، وذلك من خلال الاعتماد على مجموعة من الألعاب التعليمية التربوية بالإضافة إلى التمارين الرياضية الخاصة بكرة القدم والتي تجري بعدد قليل من اللاعبين في فضاء محدود المساحة. جديد الصحف الصادرة هذا الأسبوع في تقرير عياد سرسيلي نتابع. صحيفة المشعل كتبت في عددها الصادر هذا الأسبوع: أكد الكاتب والباحث الجامعي عتيق السعيد أن زيارة الوفد الأمريكي الرفيع المستوى لمدينتي العيون والداخلة الذي يقوده مساعد كاتب الدولة المكلف بقضايا الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ديفيد شينكر تعد تتويجا للانتصارات الدبلوماسية المستمرة للمملكة. وأوضح الباحث الجامعي في تصريح للصحيفة أن الزيارة برهان على الإرادة الأمريكية القوية في تنزيل وتفعيل المرسوم الرئاسي الأمريكي بما له من قوة قانونية وسياسية ثابتة وبأثاره الفوري، والذي يقضي باعتراف الولايات المتحدة الأمريكية لأول مرة في تاريخها بسيادة المملكة المغربية الكاملة على كافة منطقة الصحراء المغربية. مضيفا أن هذه الزيارة تمثل تأكيدا صريحا على دعم أمريكا المباشر للحكم الذاتي كحل وحيد للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية. وأشار إلى أن هذه
هذه الزيارة تعكس موقف أمريكا الواضح والثابت من مغربية الصحراء، كما تشكل دليل حجة إثبات قاطع بالبرهان على استمرارية هذا الموقف الأمريكي تجاه الصحراء المغربية، وبالتالي القطع مع كل الفرضيات والتأويلات خارج هذا الإطار. وقال إن هذه الزيارة تؤكد بحكم الواقع التنموي والسياسي وبقوة القانون والشرعية الدولية سيادة المغرب الكامل على صحرائه، مؤكدا أن أي توجه خارج هذا الإطار هو مجرد وهم وخرافة يكشفها الدعم المتوالي لدول العالم في مختلف القارات، وما تشهده الأقاليم الجنوبية للمملكة والتي تعد بوابة إفريقيا نحو التنمية من زيارات رفيعة المستوى. صحيفة هسبريس الإلكترونية كتبت تواصل الدبلوماسية المغربية حصد مزيد من النتائج الإيجابية في ملف الصحراء عبر حشد الدول العظمى للاصطفاف وتأييد الطرح المغربي المتمثل في الحكم الذاتي كحل لهذا النزاع المفتعل. وتتجه العديد من الدول الكبرى المؤثرة في القرار العالمي إلى الاعتراف بسيادة المغرب على صحرائه، وذلك عقب الاعتراف التاريخي للولايات المتحدة الأمريكية بمغربية الصحراء وفتحها قنصلية بمدينة الداخلة. ولعل إقدام البرلمان الألماني يوم أمس الخميس على التشطيب على جلسة مناقشة حول الوضع في الصحراء المغربية من جدول أعماله يعد توجها صوب اعتراف ألمانيا بمغربية الصحراء. وفي هذا الصدد يرى عبد الفتاح نعوم الباحث في العلاقات الدولية أن ما جرى في هذا البلد الأوروبي من خلال التشطيب على مقترح يعاكس الوحدة الترابية للمغرب يؤكد أن الخطوة الأمريكية القاضية بالاعتراف بالسيادة المغربية على الصحراء ستتبعها خطوات دول عظمى من أوروبا وآسيا، ومشيرا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تزال تشكل بوصلة النظام الدولي المعاصر ومركز الثقل فيه، وبالتالي باختياراتها الاستراتيجية الكبرى ترسم الطريق أمام الدول ومنها الدول الكبرى التي لها كلمتها في النظام الدولي. وشدد عبد الفتاح نعوم عضو مركز دراسات المغرب الأقصى في تصريح للجريدة على أن اعتراف دول عظمى مثل ألمانيا بسيادة المغرب على صحرائه هو قاب قوسين أو أدنى، ولعل ما قاله السفير الألماني قبل أيام هو اعتراف ضمني بذلك. صحيفة الأيام كتبت في عددها لهذا الأسبوع من المؤكد أن التقارب المغربي الموريتاني يوجد على رأس أولوياته خنق جبهة البوليساريو وقص أجنحتها والتضييق عليها من كل الاتجاهات، خاصة وأن نواكشوط أصبحت متأكدة أكثر من أي وقت مضى أنها متضررة من الجبهة وتحركاتها على جميع المستويات. آخر المعطيات تشير اليوم إلى أن حكومة نواكشوط صادقت على مشروع مرسوم يقضي بإنشاء منطقة دفاع حساسة شمال البلاد بمحاذاة الحدود المغربية، واعتبرت السلطات الموريتانية أن المنطقة المعنية بهذا المشروع خالية أو غير مأهولة وقد تشكل أماكن للعبور بالنسبة للإرهابيين ومهربي المخدرات وجماعة الجريمة المنظمة. ويأتي هذا المشروع بعد أسابيع من تسلل قطاع الطرق إلى منطقة القرقرات عبر الحدود الموريتانية، وهذه القرارات ستصب كلها في صالح المغرب الذي سيستطيع تأمين معبر القرقرات الحدودي. من صحيفة الوطن الآن نختم جولتنا الصحفية عبر جديد الصحف الأسبوعية، وكتبت ابتداء من فاتح يناير الجاري دخلت حيز التنفيذ اتفاقية إحداث منطقة للتبادل الحر على صعيد القارة الإفريقية بعد أن كان قد تم التوقيع عليها سنة 2018. وفي حوار خاص مع الوطن الآن يشرح محمد حميدوش نائب الرئيس التنفيذي للأكاديمية الدبلوماسية الإفريقية الظروف التاريخية التي تمخضت عن تأسيس هذه السوق الإفريقية والتي لعب فيها المغرب دورا رياديا إلى جانب المكاسب التي سيجنيها مقارنة مع اتفاقيات التبادل الحر التي وقع عليها. وأضاف المتحدث أن هذا الحلم الاقتصادي كانت بداياته سنة 1963، لكن لم يتحقق هذا المشروع لأسباب كثيرة، لكن ومع عودة المغرب إلى حضن الاتحاد الإفريقي تم تسريع إحداث منطقة التبادل الحر الإفريقية، إذ تم توقيع اتفاقية إنشاء السوق الحرة الإفريقية في 21 مارس لسنة 2018. وأوضح نائب الرئيس التنفيذي للأكاديمية الدبلوماسية الإفريقية أن انضمام المغرب إلى هذه المنطقة سيسمح بالتصدير إلى 53 دولة إفريقية.
انتقل إلى عفو الله تعالى المرحوم بارك والعبيد عن عمر يناهز 81 سنة الفقيد ينتمي لقبيلتي الحسن داود وعبد الله. كما انتقل إلى عفو الله تعالى المرحوم حمودي والعبيدي عن عمر يناهز 80 سنة الفقيد ينتمي لقبيلة الشرفاء رقيبات ولاد الشيخ. كما انتقل إلى عفو الله تعالى المرحوم العينين والمحمد مولود والعبيدي عن عمر يناهز 70 سنة الفقيد ينتمي لقبيلة سيد الحسن داود وعبد الله. كما انتقل إلى عفو الله تعالى المرحوم سيد أحمد واللفرك عن عمر يناهز 58 سنة الفقيد ينتمي لقبيلة أولاد غيلان. كما انتقل إلى عفو الله تعالى المرحوم خطر قلاع والمحمد والأحمد عن عمر يناهز 52 سنة الفقيد ينتمي لقبيلة توسى أيت بوجمعة. وانتقلت إلى عفو الله تعالى المرحومة رقية مثل حسن عن عمر يناهز 87 سنة الفقيدة تنتمي لقبيلة صبويا. تغمد الله الجميع بواسع رحمته وأسكنهم فسيح جناته وألهم ذويهما الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون. والآن وصلنا إلى الفقرة الخاصة بالتوقعات الجوية المرتقبة ليوم غد بحول الله، حيث من المرتقب أن تكون الأجواء مستقرة ومشمسة على العموم بالمنطقة، هذا مع احتمال هبوب رياح قوية نوعا ما بالأقاليم الجنوبية مرفوقة بهبوب زوابع رملية محلية. فيما يخص درجات الحرارة ستصل إلى 15 درجة بالعاصمة الرباط، 17 درجة بسيدي إفني، 19 درجة بكل من قليميم وطنطان، و 20 درجة بزاك طرفاية، 23 درجة بالعيون، 21 درجة بسمارة، 22 درجة ببكراع وبجدور. كما ستصل درجات الحرارة إلى 21 درجة بقلت الزمور والداخلة، 22 درجة بمضريق، 24 درجة بأوسرد و 27 درجة بالكويرة. حالة البحر بالواجهة الأطلسية، سيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج شمالا وهائجا بباقي السواحل الأخرى. شروق الشمس بالعيون سيكون بحول الله على الساعة 8 صباحا و 48 دقيقة، وغروب على الساعة 7 مساء و 16 دقيقة. درجة الحرارة ببعض المناطق المجاورة لبلادنا ستصل إلى 28 درجة بنواذيبو، 30 درجة بنواكشوط، 25 درجة بأطار، 33 درجة بكيهيدي، 23 درجة بتودني، 22 درجة بزويرات، 20 درجة بالرابوني و 19 درجة بتندوف. وقبل الختام هذا تذكير بالعناوين. مؤتمر وزاري لدعم مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية بدعوة من المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية وبمشاركة 40 بلدا. وتابعنا من الداخل لقاء تواصليا حول خطة إقلاع قطاع إعداد التراب الوطني والتعمير بالجهة. وانتعاش قطاع الصيد البحري ببوجدور بعد انطلاق موسم صيد الأخطبوط. وتساقطات المطرية الأخيرة بالطنطان أنعشت أمل الكسابة والمزارعين بعد طول انتظار. نهاية هذه النشرة، شكرا لكم أينما كنتم وإلى اللقاء.